ان شاء الله النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض القلقاس. هو ده شكله، وهنقطعه مع بعض وهنشوف شكله من جوه. وبنستخدم معاه حاجة اسمها السلق، ده نوع من الخضرة. انا بحطه في الفريزر عشان ما يبص، يعني عشان كان بقالي فترة جايباه. وبنستخدم كزبرة وفلفل اسود وملح، طماطم، الهريسة والثوم. وكمان هنا عندنا شوربة، شوربة انا كنت بجنب ده، دلوقتي طلعتها من الفريزر وبفكها. هنشوف هنقطع اول حاجة ازاي القلقاس مع بعض. نبتدي نقطع القلقاس، هو بيبقى ناشف شوية. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وانا غسلاه قبل ما اقطعه، ويفضل يعني ما يتغسلش تاني بعد ما يتقطع. طب كده على قد ما نقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس احنا مجرد ان احنا بنقشر القشرة اللي عليه دي، وبعدين هنقطعه كده. قطعنا القلقاس، مش هغسله بقى، انا بس همسحه بالفوطة كده، عشان هو لو غسلته بيعمل مادة لزجة كده، فبتبقى مش لطيفة يعني، فافضل ان احنا نمسحه. بعدين هبتدي اقطعه حلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السمك بتاعها بتاع يعني سنتي ونص كده تقريبا. وبعدين هقطعه لمكعبات صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني الحجم وسط، مش كبير ومش صغير، عشان ما يتهراش برضو في السوا. كده هكمل التقطيع وارجع لكم تاني. كده قطعته خلاص، هو بيبقى لونه بامبي شوية كده، تاني خطوة ان احنا هنجيب السلق وهنضربه في الخلاط مع شوية مية او شوية شوربة. لو ما عندكوش شوربة ممكن بنستخدم مكعبات المرق. فاهو اهو بيبقى شكله كده، السلق عبارة عن ورقة خضراء كبيرة، هو معروف يعني اللي بيبيعوا الخضار. فهحطه هنا وهحط معاه مية، وبعدين هشيل منه العرق ده بس كده. حط هنا السلق مع الكزبرة، وسبت حتة من الكزبرة عشان هحمرها في الآخر. وبعدين هضربهم بشوية شوربة أو بشوية مية، وهو الأفضل إنكم تستخدموا الفريش، بيبقى أفضل يعني، بس أنا كنت حاطاه في الفريزر. بحط عليهم اهو شوية شوربة عشان يبقى سهل يتضربوا في الخلاط. هنا ضربتهم اهو مع بعض، الشوربة ابتدت تغلي. هحط القلقاس اول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيبه يستوي يعني 3/4 سوا كده، وبعدين هضيف له الخلطة بتاعت الكزبرة والسلق. هحط مع القلقاس حوالي نص لتلات ارباع معلقة ثوم، ونص معلقة شطة، عشان الشطة دي كانت حراقة شوية فمش هاخد منها كتير، نص كده بس، واسيبهم يستوي زي ما قلنا 3/4 سوا. وبعدين هبتدي اضيف السلق. بحضر هنا حتة الكزبرة اللي انا سبتها مع معلقة ثوم، وهزود عليهم شوية زيت او سمنة، دول في الاخر خالص بعد ما يستوي القلقاس واطفي عليه، بيتحطوا في الاخر ويتقلب زي طريقة الملوخية كده بس كزبرة. نشوف القلقاس. بسم الله الرحمن الرحيم. غلى كذا غلوة كده مع الشوربة لوحده، ونشوف درجة الاستواء بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده، كده كويس. هحط معاه بقى معلقة صلصة، والصلصة دي اختياري، في ناس ما بتحطش، يعني انا مش بحط كتير بس بحس انها بتدي طعم كويس، ساعات بحط برضو ساعات لا. بس كده بقلبها، وبعد كده هحط السلق. اهو السلق اللي انا ضربته،
الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حتى وهو مجمد لونه ما شاء الله اخضر. هقلب كده واسيبه شويه كده غلوه واحده ولا حاجه. انا مش عايزه اللون الاخضر الحلو ده يتغير. بس كده. وطبعا هظبط الملح والفلفل. هي طبعا انا ما حطيتش عشان الشوربه فيها. بسم الله. ممكن احط شويه بس كده مش كتير، لان الشوربه اوريدي اللي انا حطيتها كان فيها ملح. والفلفل الاسود انا حطيت الهريسه فمش عايزاها تبقى مشطشطه قوي، هسيبها شويه كده على النار وبعدين نعمل التقليه. دلوقتي هنبتدي نعمل التقليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا هنا شويه كزبره خضراء، دي برده كانت مجمده عندي عشان اجمدها. على فكره انا بحمرها في شويه زيت بعدين بحطها في اكياس في الفريزر، لكن الكزبره كده انا بحمرهم لغايه لما الثوم والكزبره ياخدوا لون وبعدين هحطهم على القلقاس اللي خلاص عندنا. بغطيه عشان برضو بيكمل سوا هو في النار عشان كده ما تهريوش قوي لما بيستوي. ما تحطيهوش على النار فتره طويله لان هو دلوقتي حتى بعد ما طفيت عليه في السخونيه دي بيفضل يستوي. هحمر دي وارجع لكم. كده الكزبره والثوم اخدوا لون خلاص هطفي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضيفهم هنا للقلقاس. بعدين نقلب كله. بسم الله. ممكن على فكرة تستغنوا عن الخطوة دي ويتعمل كله نايف نايف، بس انا عشان بقالي فترة ما عملتهاش هنا يعني في البيت فعملتها بحق ربنا يعني. خلاص كده خلصت. بتتقدم مع رز ابيض بالهنا والشفا. نغرف القلقاس هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. روعة وجميل وسهل ان شاء الله يعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا مش مخليها مهري قوي، انا خليها متماسك شوية عشان لما بيتهرق اول ما بتحط فيه شوكة بتتكسر على طول. صحة وعافية. بتقدم مع رز ابيض بالهنا والشفا.